أحبائي السلام عليكم، ها قد عدنا إليكم في حصتنا المفضلة وهي حصة خيط صنعة. المرة السابقة كنا نعتنا الغطاء تاع السرير بالزهور بالألوان ديغرادي. كنت تطرقت معاكم لهل التشرشيف هذا، خدمناه مع بعضنا وكيفاش نديروا له الديغرادي. دركا مازال لنا كيما سابق هدرت قلت لكم باللي الريش كاين انواع، الريش هذا كاين انواع والوان، وقلنا نبداو مع بعضنا بالعقل باش تفهموني نفهمكم. كيما كنت سبقت وهدرت وقلت لكم باللي عندنا غير 6 الوان نخدموا بهم، بصح نديروا فيهم قداش اللون، اكثر من 12 لون. كيما تشوفوا هنا كاين عندنا اوراق تاع ورود وازهار، وكل ورقه ماهيش كيما اختها، كاين اللي يروح في البني وكاين اللي يروح في الاسود وكاين اللي يروح في البرتقالي. وكاين انت كي تشوفيها كتقولي لي الالوان بزاف، وانا على بالي مش في متناول الجميع يقدر يشريوا الالوان. على هذه قلت لكم انا من 6 الوان نخرجوا الالوان. وكنت المره اللي فاتت كنت نوهت وهدرت معاك وقلت لك تكوني مسجيه كراس ولا وقلم باش كي نعطيك انا الالوان، الوان انتيا تكتبي وتعودي تعرفي كيفاش تخلطي الالوان، تمزجي الالوان. قادر لون واحد نخلطوه بثلاث الوان، اربع الوان اساسيه تخرج لك من الوان جميله وجميله جدا. ونخرجوا الحاجه تاعنا اللي حبيناها، ما شرطش غير في الزهور والورود والاوراق نخدموا بالالوان لي كولور. عندنا اي حاجه نخدموها نخدموا بالالوان الاساسيه. دركا ما عدا الزجاج فيه قليل من الخلط، مره اخرى بربي ان شاء الله كي نعودوا في حصص اخرى نخدموا فيها. دركا عندنا نبداو بربي ان شاء الله في هذه، في هذا الريش هذا والغصن. نبداو عندنا، نبداو دائما الاصفر هو الاساس هكا. نبداو هكا نهبطو ديما كيما قلت المره اللي فاتت، نمشيو حسب الرسم كلي راكي ترسمي. الجهه العريضه هو اللي نحطو فيها لا بينتور ونجبدو هكا ونطلعو هكا باش تجينا هكا هكا. باقي نقول لك ستومبي خاطر القماش يشرب لا بينتور. القماش الميتيس هذا ولا لا بوبلين ولا تشرب اكثر من لاسوا. بعد لاسوا دوك نشوفوا ما تشربش كما يشرب القماش هذا، القماش هذا يشرب اكثر لا بينتور. على هذه نستومبي ومليح باش ما يقعدش عندنا الفراغ تاع القماش، القماش يشرب الصبغه هكا بالاصفر، هي القاعدة. بعد عندنا الأخضر، نجيو من الجهة ديما العريضة ونجيو هكا هكا، ما نرجعوش كي نطلعو، مزيدوش نرجعو هكا خاطر كي نرجعو تولي كل لون واحد هكا. نغسل نعاود باش نستومبي، نمزج الالوان ها طريقه دائريه حسب الرسم تاعنا. نغسل
كما تعرفوا هنا في الزهرة في الريشة هذه اللي تحكم الزهرة هذه ديما تجي منا فاتح وتبدأ تغدق هنا هنا. مش نزيدوا لها قليل من أسود جي هكا ضرب ريشة هكا نزيد نغسل ستومبي نمزج اللون دخله في القماش باش ما يبانش يبانش حطينا لون دخلو شنا نقصو نزيدو فوتو للريشة الثانية هكا هكا ستومبي وندخلوا اللون أخضر نمسحه ستومبيو نغسلوا الريشه تاعنا نمسحوها خاطركم تخليوها بالماء تجيكم بش مليحه لون أسود زب شوية برك ها جيو الجهة هذه ديرو هكا لي كولور فونسي الألوان الغامقة هذه نجيو بالعقل خاطر ما نقدروش من بعد كي تجينا فيها بزاف ما نقدروش نصلحوها اللون فاتح نقدر نصلحوه لكن اللون الغامق ما نقدرش نصلحوه زيدوا الاخرى كما قلنا ديما من الجهه العريضه ندخلوا اللون مليح في القماش كما قلنا ما نخليوهش باش ما يديرناش كلي جلده ولا قشره من بعد ما يجيش مليح مع الوقت يقدر يتقشر ما متفكسيه وكل يوقع
انشقاق ستومبي، ادخلي اللون مليح في القماش على قد ما تدخليه هو يشرب القماش تاعنا. هذه تجي شويه فاتحه خطر عاطيه للضوء، ماهيش وحده تحت وحده، جايه هكا فاتحه على الاخرى محلوله هنا هكا. ديما نحاول نجبد لابينتير تاعنا نغسل البنسو نمسح زيد دائرية كما الرشمة. نطلع اللي في البنسو هذاك يكفيني للرسم. هنا ندخل عليها شوية بني، ندخل عليها بشوية بني. هنا ديما الغامق في البلاصة هنا. ستومبي زيد شوية أسود البنسو تاعنا مسحوه. ستومبي ستومبي نعدل الريشة تاعنا. ستومبيو دركا نجوزو الاخرى. نجبدو لابينتور ديما الجهة العريضة هي اللي نحطو فيها لابينتور ونجبدو هكا. ستومبي نسجي اللون مليح. دركا هنا كاينه نقطه عندنا هنا الرشمه فيها جايه هكا ودايره، تي اي انسان يقول لك نخدم هذه ومن بعد نكمل هذه، لا خدميها مع بعضها، خدمي الاصفر كل مع بعضها ومن بعد تولي ديري لو ديغادي تاعك باش يبان، خاطر كي تخدمي هذه وحدها وهذه وحدها تجيك منفصله ما تجيش باينه من بعضها. هكا هكا تكون خدمها مع بعضها.
دركا نستومبيو. هذه اللي قلنا عليها، هذه اللي هك قلنا ما نخدمهاش وحدها، واش نديرو؟ نجيو هنا هكا مع الخط هذا ونديرو هكا، علاه باش نخدموها هك هكا، خدموها هكا باش تبان مقلبه هكا. اسود نجيو هنا نفس الحكايه، نخدمو هكا نمسحو البانسو تاعنا مليح، ستومبيو لهنا تجي فونسي، تجي غامقه، ولا هنا تجي كلار، هنا الضوء، علاه؟ خاطر الريشه تاعنا مقلبه، الريشه تاعنا مقلبه كيما هنا، على هذه تجي هنا كلار وتجي فونسي باش تبان التقليبه تاعها. كي ديري هنا الضوء وهنا الضي، ها هو هنا هكا تبان الريشه تاعنا مقلبه. نزيدو شويه اصفر باش نطهروها، نعطيوها شويه ضوء. نزيدو هنا نديرو شويه اصفر باش نعطيوها الضوء. هكا تحصلنا عليها. واش نديرو هنايا باش نبرزوهم اكثر؟ خليوش البانسو تاعكم في الماء خطر يشرب الماء في اللوح هذاك، ومن بعد يعود يطلق، تعودوا تخدموا يعود يطلق. نمسح مليح، قلنا باش نبرزوا الرسم تاعنا. على هذه قلت انا على البنسو الرقيق هذا، ستومبي دركا نخدمو هذه هنا. نخدموها هكا باش تجينا بومبي.
جينا بومبي نزيدوا لها اللي هنا خلطت الاخضر مع مع ازرق اصفر مع ازرق يعطينا لون شويه غادق مع شويه اسود. سلومبيو أسود من الفوق هكا شوية ومن اللوط هكا باش تبان بومبي. نزيدوها شويه برك هنا كلير باش تعطي الضوء. كيما تشوفوا اليوم درت لكم الاوراق اللي يحكموا الزهره هذوك الغصن الغصان هذو اللي يحكموا الزهره. ان شاء الله تكونوا فهمتوني وتابعتوني والى الملتقى ان شاء الله. ان شاء الله نكون فدتكم. الى اللقاء.